النهاردة مش زي كل يوم في برنامج العباقرة وفي حياة الروائي عصام يوسف. النهاردة فريق العمل بيحتفل بعيد ميلاده. يا السلام، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بتعملين احتفال بجد يعني؟ عبقرة عيلة واحدة. الروائي عصام يوسف قدم لكبير مصور البرنامج الكرافتة بتاعته. محي طول عمره بيحب الكرافتة دي، وطول عمره بيقول لي دي كرافتتي، فأنا عايز أديها لك بمناسبة عيد ميلادي. كل سنة طيب. وأنت طيب. الحب دايما بيقابل حب، علشان كده فريق اعداد العباقرة حضر للروائي عصام يوسف هدية لمست قلبه. خمس سنين من عمري قضيتهم في المكان ده، المكان ده ليه احلى ذكريات معايا، تعبنا فيه، كافحنا فيه، عملنا فيه برنامج عظيم، عملنا فيه برنامج مصر كلها بتتكلم عنه. مش دي كل الحكاية. مخرج البرنامج ميلاد ابي رعب حضر له مفاجأة تانية بس من فرنسا. هيا بنا إلى الكفاح. والسؤال هو إلى العمل. الروائي عصام يوسف. قالوا لي إن الأستاذ ميلاد أبي رعد المخرج العبقري صديقي العزيز عامل لي مفاجأة. جابوا الصور دي منين؟ النهاردة أول مرة ما كنتش موجود معاك يوم عيد ميلادك، فحبيت أبعت لك من فرنسا أقول لك بناني فخساخ، كل سنة وأنت طيب يا أجدع وأحسن أب، وحشتني جدا جدا. بتمنى لك تقضي يوم جميل النهاردة، وبتمنى لك كل النجاح في إنك تحقق كل أحلامك، لأن أنا شفت بعيني كم المجهود اللي أنت بتحطه في برنامج العباقرة قد إيه، وشفت إزاي لما بيبقى عندك حلم وعايز تحققه بتعمل كل اللي في وسعك علشان توصل رسالتك لمصر والعالم كله. أتمنى أن ينجح هنا في دراستي وأشرفك، ومهما قلت مش عارف أديلك حقك، لأن أنت مش بس مذيع وكاتب ومثل أعلى لناس كتير قوي بيحبوك، أنت كمان أب وصاحب عظيم. أشوفك على خير وكل سنة وأنت طيب. ابني وحشني الحقيقة، اشتغل معايا في برنامج العباقرة على مدار الخمس سنين اللي فاتوا، وقضينا مع بعض وقت عظيم جوه الاستوديو. هو فعلا مش ابني، هو ابني واخويا وصاحبي، وساعات كمان بعتبر صاحبي الاكبر مني سنا. اشكرك صديقي العزيز ميلاد ابي رعد، وعمر ربنا وفقك، يعني رحلة ولازم نقضيها سوا. انت بتتعلم في فرنسا وانا بعمل شغلي هنا، وباذن الله نتقابل قريب.